نواقض الوضوء، يعني أشياء إذا حدثت للإنسان لابد أن يعيد الوضوء، وضوءه أصبح باطل غير صحيح. وضوء لامس يتر لامس يتر لامس تم كرده تم لامس دوّد يشتغل مش يتر دوّد. الخارج من السبيلين مطلقا، الخارج من القبل، من الدبر، من ذكر، من أنثى. لامس دوّك لامس كرر دوّنها. شين بيحكي بيتيرة هو نعم، سواء كان بول أو غائط. ملخ يخشون هذا أريول شلا شين بيحكي يول بيتيرة أريول شلا لامس دوّد يشتغل. أو ريح أو دم. خليل إزاتي يقيم قدعة الله بيوفهم شخ. الثاني زوال العقل بنوم مثلا. يوغى عيقل دعدا لهم عيقل دعدا لهم خليل إزان نام في درت. أو إغماء أغمي عليه. يا أمرك وجرت. أو نسرعا في السلامة سكر شرب الخمر. يا بيغن خلرت. أو جنون. يا جن جوديل قلوة لرت. كذلك أكل لحم الإبل، أكل لحم الجزور، إذا أكل لحم الجزور انتقض الوضوء. وكذلك الإسراع في السلامة إذا ارتد عن الدين، كان يسب الدين، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يطوف حول القبور مثلا. يا طلاف دولت وكش حلقة أحقق تم لامس كرر دولت شلومه.